بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنستمر درسنا في الدرس الفقه فقه بقراءة كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا قد كلمنا الأمس أن كل دم الذي يذبح في حج التمتع والقران، وندخل الآن في الطواف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط الطواف مطلقا. قوله شروط الطواف مطلقا، قصده هنا يعني شروط الطواف الواجب أو المستحب، أي بمعنى هناك الطواف الواجب، هناك الطواف المستحب. كل هذا شروطه خمسة الشروط. والأول النية. النية قصده يعني نية التعبد بالطواف، والنية شروط لصحة كل العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخره. ثم بعد ذلك هذا الأول. والثاني الابتداء به من الحجر، ابتداء به من الحجر. قوله هنا الابتداء به من الحجر لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، يخب ثلاثة أصوات من السبع. هذا ما رواه البخاري ومسلم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقدم المكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، يخب ثلاثة أطواف من السبع، ابتداء به من الحجر. لأن عبد الله بن عمر روى ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم المكة إذا استلم الركن الأسود أولا، ثم بعد ذلك يخب ثلاثة أطواف. نعم، إذن الابتداء به من الحجر الأسود. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم نأخذ شرط الثالث، ولكن هناك زيادة، يسن، أي من مستحب أن يستلمه ويقبله، أن يستلمه ويقبله، يقبل حجر الأسود، يستلمه ويقبله. نعم، أي ذكر المؤلف هنا سنن الطواف، ومنها استلام الحجر وتقبيله لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبل الحجر الأسود. ثم بعد ذلك فإن لم يستطيع أشار إليه، هذا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على ركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، بشيء في يده وكبر، أي بيد اليمنى طبعا، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأحدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قوله هنا: بسم الله، الله أكبر، يقول بسم الله الله أكبر، هذا لقول هناك العلماء نافع كان ابن عمر، أي بمعنى هذا من تلامذ ابن عمر، نافع من تلامذ ابن عمر، كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرام أمسك أن تلبيه، فإذا انتهى إلى ذي الطوى بات فيه حتى يصبح، ثم يصلي غداه ويغتسل، ويحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم الله والله أكبر. هذا من فعل عبد الله بن عمر، هذا ما أخرجه إمام أحمد بسند صحيح، بإسناد صحيح. إذن ما فعله ابن عمر ما يمكن أن يكون أن يفعل وحده على رأيه، إلا أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولذا رأى النافع أن ابن عمر فعل هذا، ويكون حجة للمسلمين عليهم أن يفعلوا هذا. ويقول هنا: بسم الله الله أكبر، ويقول: بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهلك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قوله اللهم إيمانا بك،
وتصديقا بكتابك ووفاء بأهلك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لما روى عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا استلم الحجر, إذا استلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. رواه عن علي أنه كان, أو عفوا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن هذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الفعل ما يمكن أن يكون من ضمنه, ولكن لابد أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم هذا من شرط الثاني. وشرط الثالث وأن يجعل البيت عن يساره. هذا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ومشى على يمينه, أي يمين الكعبة, مشى على يمينه وسلم وقدم المكة أتى الحجر فاستلم ثم مشى على يمينه, مشى على يمين الحجر, مشى على يمين الحجر فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم, إذن هو على يسار المكة, رسول الله صلى الله عليه وسلم على يسار المكة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى شرط الرابع ويكمل الأشواط السبعة. نعم, لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة. هذا ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى. ثم الخامس, شرط الخامس وأن يتطهر من الحدث والخبث. نعم, هذا لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري, أخرج البخاري. وحديث عائشة قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ, أي بمعنى يتخلى عن حدث أكبر والأصغر ثم طاف بالبيت. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.